مرحبا يا جماعة، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ كيف صحتكم؟ طبعا اجت لكم ببشارة حلوة، طلعت بفقرة جديدة اسمها فقرة حل مسائل المهارات أو محل مسائل مهارات التفكير العليا. وهي الفقرة عبارة عن سؤال يومي راح حلها بفيديو زي الفيديوهات اللي بعملها على التيك توك وعلى الانستغرام وعلى الريلز اللي بتشوفوها. بس هاي فيديوهات احنا ايش نعرفها، هاي فيديوهات فني دمها خفيف، لكن نفس الفكرة بدي اعملها على اسئلة مهارات التفكير العليا، لانها مسائل تحتاج الى تفكير، تحتاج الى مهارة عالية في الحل. واحنا بنعرف انه المنهاج الجديد منهاج بده ناس متمكنة مش فقط بالمناهج الوطنية ولكن وكمان الدولية. هسا في ناس رح يقول لك استاذ بدي احكي دولي وابصر ايش. جماعة قسما بالله، هي ثلاث اقسام حليت سؤال اليوم مهارات تفكير عليا. قسما بالله هي رابع قسم، اني رجعت لكتاب الاو ليفل في الاي جي، كتاب الكامبريدج. هذا الكتاب فيه موضوع اسمه الكوادراتيك سيكونس اللي هي المتتالية التربيعية. قسما بالله كانت فكرة السؤال عليه، طب تفهمين قديش العمق اللي في مهارات التفكير العليا الأسئلة هاي؟ بعدين كنت أقول لكم شغلة، نكون صريحين، خلينا انت مروح على الدار ولقيتك شلت هيك شباب بدهم يقتلوك، خليك معي تقدر لهم؟ لا، تشمط أول وبتيجي إيش؟ فاعط، صح؟ لو إجيت مسكت كل ولد من هذول السبع أولاد اللي كانوا بدهم يقتلوك لحاله اتفجروا، صح؟ هسا أسئلة مهارات التفكير العليا بدناش نيجي عليها، يعني نيجي على الدرس الأول نلاقي فيه مثلا تسع أسئلة ننصدم فيها. أنا مسكت كل سؤال لحال عشان أستفرط فيه، أفرمه، وبعدين هو دمه ثقيل، خففت دمه. كيف بدي خفف دم سؤال المهارات التفكير العليا؟ بإيش؟ بالأسلوب، وأسلوب توصيل المعلومة. والحمد لله إحنا بنمتلكه، لذلك خففت دمهم الأسئلة. رح تشوفوا كل سؤال يومي دمه خفيف. كيف كنتوا تستقبلوا الأسئلة اللي كنتوا أو الأفكار اللي كنت أطلعها؟ نفس الإشي رح تستقبل أسئلة مهارات التفكير العليا، لكن الوقت رح يزيد أكيد، شيء طبيعي. وانا بلشت من اول امبارح نزل سؤال، نبلش بالترتيب، سؤال 35 امبارح، نزل سؤال 36 اليوم 37، بدنا نضلنا مستمرين حتى نحل جميع اسئله المهارات التفكير العليا، حتى نفيد الجهتين الطلاب والمعلمين. ليش لا؟ المعلمين يستفيدوا اولا كيف بنحل السؤال، ثانيا كيف طريقه توصيل معلومه السؤال. فاحنا هيك يعني فدنا الطرفين. لذلك يا جماعه هاي الفقرة رح تفيد الجميع، والله رح تفيد الجميع، ورح تشوفوا هذا الاشي. وانا بحكي من منطلق الاسئلة مش سهلة، لكن حاولت اسهلها واخلي دمها خفيف، عشان هيك تابعوها كل يوم، رح تكون المسا سؤال. تجيبوا لكم دفتر سموه دفتر مهارات التفكير العليا، وكل يوم سؤال، لما تستقبلوا تشوفوه هيك 3-4 دقائق 5 دقائق رح تشوفوه سهل. امشوا معي بهاي الفقرة، وما إلكم إلا نخلص الوحدة الأولى اللي احنا مس خلصين. تخيلوا المهارات التفكير عليها تكونوا مخلصينها وأفكارها بجبتكم، تمام يا جماعة؟ فإن شاء الله إنه تكون فقرة في خدمة الجميع والكل يستفيد. أي حدا بده السؤال طبعا اللي حليته اليوم، لما أوصله راح أعمل عليه تحدي اللي بحله قبل ما انا احله. مش احكي لكم اياه، خلينا لما نوصل. طيب كمان شوي بنزل سؤال تبع اليوم، سؤال رقم 37 من الدرس الاول، تابعوه. يعطيكم العافيه.